خلال نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة. فخامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة الجلالة والفخامة والسمو، معالي السادة الوزراء، رؤساء دول الحكومات، السادة الحضور الكرام، السيدات والسادة، إننا هنا نحضر مؤتمرا في غاية الأهمية يفتح صفحة جديدة ويقدم لنا نطاقا جديدا لفرص الأعمال لأخواتنا وأخواننا في مصر. وسوف أنتهز هذه الفرصة بالنيابة عن شعب تنزانيا حكومة وشعبا لكي نتقدم لكم بأسمى آيات الشكر على دعوتنا ولنعبر عن دعمنا لجمهورية مصر العربية في تنظيم هذا المؤتمر الرائع تحت شعار مصر المستقبل. هذه المبادرة مجرد شهادة على الاهتمام الذي توجهونه لرفاهية الشعب المصري وللقارة الإفريقية كلها. ولأؤكد لك سيدي أن تنزانيا ملتزمة بأن تقف إلى جانبكم من أجل إنجاح هذه الجهود ومن أجل تحقيق هذه الفائدة للشعب المصري. إن تنزانيا تأتي لهذه المبادرة التي أطلقتها مصر من أجل تحقيق طموحها وتحديد تلك الصورة الجديدة التي ترغب بها مصر للعالم. ولمدة طويلة لعبت مصر دورا أساسيا أمام الدول الإفريقية والعربية، وسوف يتضاعف هذا أيضا ويستدام. سيد الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا نثني على جهودكم الرائعة التي بذلتموها منذ أن توليتم منصب الرئاسة في مصر ومنذ أن كانت لكم القيادة السياسية التي لعبتم بها دورا كبيرا. أود أن أشجع الشعب المصري على أن يستمر في الفترة القادمة من أجل أن يؤكدوا أن مصر تدعم هذا الاستقرار السياسي الذي تنشده كل المنطقة وينشده العالم. إن المسألة أصبحت أكيدة أن مصر بجذورها الثقافية والحضارية تلعب دورا رائعا وكبيرا من أجل التضامن في أفريقيا. إن العلاقات التي تربطنا منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أكدت أننا تاريخنا معا يرجع إلى زمن قديم يعود علينا بالفائدة على الشعبين. فنحن قد تعاوننا في مجالات مثل الدفاع والموارد البشرية والماء والمياه، ونحن سعداء جدا بهذه العلاقات الثنائية التي تربطنا. وأؤكد لك سيدي أن التزام تنزانيا دائم معكم من أجل دعم هذه العلاقة التي تربط بين بلدينا. سيدي الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية، السيدات والسادة، أختتم كلمتي بأن أؤكد مرة أخرى عن تقديري الكبير لدعوتكم الكريمة لي كي أحضر هنا أمثل تنزانيا حكومة وشعبا، وأشكر حكومة المصرية على تنظيم هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لكم.